السلام عليكم. أكدت مراسلة لمديرية الحماية المدنية بولاية تيارت بتاريخ 29 أوت الجاري نقلا عن وزارة الداخلية اعتماد وزارة الصناعة رسميا 3 وكلاء جدد للسيارات، وطالبت المديرية من أعوان الحماية المدنية لتقديم ملفات لشراء السيارات الجديدة فور استيرادها. هذه المراسلة صنعت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن وزارة الصناعة لم تكشف بعد عن قائمة الوكلاء الجدد المعتمدين. لتكشف مراسلة الحماية المدنية نقلا وتأكيدا عن وزارة الداخلية اعتماد 3 وكلاء جدد للسيارات والذين سيشرعون قريبا في استيراد السيارات، حيث تلقت الحماية المدنية وعودا من وزارة الداخلية بأن أولوية بيع السيارات من طرف الوكلاء الجدد ستكون الحماية المدنية الذين سيستفيدون من قروض بدون فوائد بنسبة 50% من سعر السيارة. وبعيدا عن مصداقية هذه المراسلة ومدى صحتها، ينتظرون الجزائريون توضيحات عاجلة من طرف وزارة الصناعة بخصوص قائمة الوكلاء الجدد المعتمدين وما هي العلامات التي سيمثلونها. سلام.